تتوسع قائمة المشترين المحتملين لطائرة سو 57 تدريجيا حسب مجلة ميليتري واتش الأمريكية. يكتب مؤلف المقال: مع تطور سو 57 تظهر المزيد والمزيد من البلدان اهتماما بالحصول عليها، حيث طلبت الجزائر أول سرب ليحل محل طائرة زمن الحرب الباردة ميك 25 الاعتراضية وفقا لعدة مصادر. وفيما يلي أهم 5 مشترين محتملين لطائرة سو 57 أو تحديثاتها المستقبلية. قامت المجلة في وقت سابق بتجميع قائمة للمشترين المحتملين للطائرة سو 57 والتي تضمنت الجزائر والهند وفيتنام، واليوم توسعت هذه القائمة. وإليكم القائمة. أولا كازاخستان. كانت كازاخستان المشتري الرئيسي للأسلحة الروسية الجديدة، يسمح للبلاد بشراء المقاتلات الروسية بنفس أسعار وزارة الدفاع الروسية. وفقا لميليتري واتش، من المرجح أن يتم استبدال سو 57 بالمقاتلات السوفيتية. ثانيا إثيوبيا. كانت إثيوبيا واحدة من أوائل المشغلين الأجانب لطائرة سو 27 وحصلت على 18 مقاتلة في أواخر التسعينات مع توقع إنهاء سو 27 للخدمة تدريجيا بحلول منتصف عام 2030. على أبعد تقدير تظل سو 57 هي الخيار الواضح للاستبدال. ثالثا مصر. في الفترة الأخيرة أصبحت مصر مشتريا رئيسيا للأسلحة الروسية، من الدبابات تي 90 القتالية إلى المروحيات الهجومية K-52. يعتقد مؤلف المنشور أنه بعد اكتمال تصميم مقاتلة سو 57 ستسعى مصر للحصول على الطائرة الأحدث من الطائرة السوفيتية التي تمتلكها الآن. رابعا ماليزيا. حاليا توجد لدى القوات الجوية الماليزية فئتين من المقاتلات الروسية بما في ذلك الميك 29 والسو 30، مع اقتراب سنغافورة والمجاورة من شراء المقاتلة الشبح F-35 أكثر تطورا من الولايات المتحدة بأعداد كبيرة. من المتوقع أن تقوم ماليزيا بتحديث أسطولها الخاص بالطائرة الروسية. في ديسمبر كانون الأول 2019 تحدث رئيس الوزراء الماليزي بالتفصيل عن خطط البلاد لتحديث قوتها الجوية، وذكر أن البلاد تدرس بنشاط مسألة استبدال الطائرة من الجيل التالي بمقاتلة الجيل الرابع القديمة. وفقا له فإن السو 57 هي المنافس الرئيسي لهذا الدور. خامسا إيران. سلاح الجو الإيراني هو مشتري محتمل لآخر طائرة سو 57، على الرغم من أن إيران على عكس الدول المذكورة لم تحصل على طائرة مقاتلة روسية واحدة بعد الاتحاد السوفيتي، حيث ركزت البلاد الاستثمار على مجموعة واسعة من الطائرة المسيرة. من حيث أسطول المقاتلات، اقتصرت جهود التحديث على إنتاج مقاتلة كوثر الخفيفة المحلية بأعداد صغيرة، وكذلك تجديد وتحديث أسطولها من المقاتلات الأمريكية من الستينات وأوائل السبعينات، أي الجيل الثالث من الـ F-5E والطائرة الثقيلة من الجيل الرابع F-14. كان المسؤولون الإيرانيون قد أعربوا سابقا عن اهتمامهم بالحصول على السو 30 من روسيا في منتصف عام 2010، على الرغم من أن العقوبات الأمم المتحدة والاقتصاد السيء أدت إلى عدم الشراء. قد يتحسن الاقتصاد الإيراني بشكل طفيف في السنوات المقبلة بسبب الرفع المحتمل للعقوبات الأمريكية، وأيضا من المتوقع أن يتم إنتاج سو 57 بكمية أكبر وبتكلفة أقل بحلول النصف الثاني من العقد. لذلك يمكن أن تكون طهران مشتريا محتملا لمقاتلة الروسية من الجيل الخامس.